DJ en jazzman, c'est un DJ avec quatre notes, il joue pour 80 000 personnes. Par contre, le jazzman, il fait 80 000 notes pour 4 personnes. Vous voyez, le mouchkil, il y a المؤاخذة على الـ على اللي دي جي وشيء نعتبرها خطوة في يعني لديكادونس موزيكال دونك احنا مانيش في المثلية هذه مانيش في دي جي بالعكس في الموزيك الالكترونيك هذه رأيه هو سانونكاج كو لوي